راس السنه انا بقيت قعدت معاك ايوه حصل وانا صح كده قلت لي الفلوس قلت لي سؤال واحد تمام قلت لك وريتك النوته في محمد تاتا كلمنا امير كلمنا امير في التليفون قال لك ما تخش فلوس يا عم سؤال واحد انت قعدت معايا صح اه قعدت معاك قلت لك هات عربيتك وهات محمد تاتا يا باشا وكلمناهم فينهم طب ما تجيبهم فين هو عامل بيهم ايه انت مش معاك النوته عندك الحساب ما فين سعد انت بتطلع حجتك على حد تاني لا يا باشا انت صرف لي دفعتين اتكلم معاك صرف لي دفعتين بناء على ايه هات يا عم النوتة يا عم انت هات النوتة هات اللي مشيتوا على بس هو حد ماشي على بس كلمته كنت سبته سد الناس يا جدعان مش هم اللي مشوه هما في ناس بتتكلم معانا اليومين دول عشان نحل بس انا مش شايف كله كلام مفيش حل بفلوس والناس كلها عاوزه حقها احنا مش بنطلب اكتر من حقنا اللي هي الفلوس بتاعتنا ظروف الصنعه وحشه ما بنشتغلش غير كاش وفلوسنا كلها محطوطه في المحلات دي ما عندناش حل مش عارفين نعمل ايه الحسابات كبيره والمبالغ كبيره والناس كتير فوق ال 200 فرد مش عارف اقول ايه تاني بصراحه يعني احنا مش عاوزين اكتر من حقنا الدوله تقف معانا وتجيب حقنا مش عايز اكتر من كده